اليوم حنغير شوية وحنسوي حلا، حنسوي شوكليت فاندو. حتشوف الطريقة قد إيش مرة سهلة ومكوناتها مرة بسيطة. عندي هنا دارك شوكليت اللي هي الشوكولاتة الغامقة، على الأقل تكون 60% وفوق كاكاو. بعدين عندي 150 جرام زبدة غير مملحة، وعندي نص كاسة أو تلت كاسة على حسب ذوقكم في السكر، 3 بيضات، وعندي ملعقة كبيرة دقيق، وحنحتاج كوكو باودر اللي هي بودرة الكاكاو. الخطوة الأولى عندي هنا زبدة زيادة غير اللي هنا، حأدهن كل الرامكنز هذه من جوا بيها مرة كويس. خلاص كده دهنتهم كلهم مرة كويس بكمية ممتازة من الزبدة. حشيلها أحطها في الثلاجة وحستخدمها وقت ما نبغى، بس عشان الزبدة لا تسيح. الخطوة الثانية حندوب الشوكلت مع الزبدة في حمام مائي. عندي هنا طنجرة حطيت فيها موية كمية جدا بسيطة بس ألين هنا، وحطيت الحرارة على متوسطة، يعني ما هي عالية، بس نبغى الموية يعني تطلع بخار، ما نبغاها تغلي. وححط فوقها زبدية، هذه الزبدية مقاومة للحرارة. أهم شيء الموية ما تلمس قاع الزبدية من جوا عشان ما نبغى الشوكليت والزبدة يتحرقوا. الناس اللي مسوية دايت تعمل سكيب لوصفة اليوم لأنه فيها زبدة مرة كتير، هذه 150 جرام، 150 جرام على 4 زبديات بس، فهي مرة تعتبر دسمة بس مستاهلة طبعا. إذا عاملين يوم أوف وتقدروا تاكلوا فيه أنصحكم تسووها. شايفين كيف بدأت تدوب؟ طبعا لو عملت الحركة هذه على الطنجرة نفسها، يعني من غير ما تعملوها حمام مائي، في احتمالية كبيرة إن الشوكلت تتحرق. خلاص كده الشوكلت والزبدة دابوا تماما، هخليها لين ما تبرد مرة كويس، وعلى بال حنسوي البيض مع الزبدة. الخطوة الثانية زي ما قلنا البيض مع السكر. وحنبدأ نخفق على سرعة متوسطة لين ما البيض ينفش، تقريبا حنخفق 4 دقائق. خفقتها من 4 لـ5 دقائق تقريبا. شوفوا كيف شكل البيض صار لونه باهت وتضاعف في الحجم. هذا البيض بعد ما تضاعف حجمه، وهذا الشوكلت بعد ما بردت شوية. ما نبغى نحط الشوكلت على البيض وهو حار عشان لا يطبخ لنا البيض. لو البيض يعني انطبخ حيصير فيه تكتلات، فإحنا نبغاه يكون سلس قد ما نقدر. حنضيف الشوكلت على البيض اللي خفقناه مع السكر، وحنقلبه بشويش عشان ما نبغى الهواء يخرج. سو احنا حنعمل فولدينج، اتكلمنا قبل كده عن الفولدينج. فولدينج اللي هو من الاطراف بعدين نشق ونقلب، يعني تكنيكلي كأننا بنقلب من تحت لفوق عشان لو خفقناه حيخرج كل الهواء اللي احنا دوب دخلناه في البيض. بعد كده حنضيف الدقيق وحنسوي نفس الشيء برضو فولدينج، تقليب خفيف عشان الهواء. الحلو في الخلطة هذه ان انتوا تقدروا تسووها قبلها بيوم او قبلها بيومين حتى، ما في مشكلة، وتحطوها في الثلاجة. وهذه الخلطة صارت جاهزة، تقيلة شوية، تقلت طبعا. دحين خلاص هذه الرامكنز اللي دهناها بالزبدة وكانت في الثلاجة، شوية كوكو باودر، حنحرك من كل الجهات وبعدين حننزل الزيادة. كده صار شكلها. حنبدأ نصب من الخلطة جوة كل واحدة. لما تعبوها اتأكدوا انه انتوا بتسيبوا شوية مساحة من فوق، ما تبوا تعبوها للآخر. خلاص كده عبيتها، شايفين في مساحة سايبة لسه. دحين حندخلها الفرن. انا الفرن شغلته من اول على درجة حرارة 200. حنخبزها لمدة 12 لـ13 دقيقة بالكتير وبعدين حنطلعها. الناس اللي فرنها بالفهرنهايت درجة الحرارة حتكون 400، انا عندي غاز سلسيوس درجة حرارة 200.
طلعتها من الفرن حسيبها ترتاح لمدة دقيقة واحدة بس قبل لا أقلبها. كيف تعرف إنه هي صارت جاهزة؟ الأطراف شوية قاسية ومن النص طرية كأنها ما هي مستوية، فدحين حنسيبها دقيقة وبعدين نقلبها. وقت ما بقلبها حمرر عليها سكينة من الأطراف بس نفكها شوية بشويش. قلبتها وهذه رشة خفيفة كوكو باودر كمان على الوجه، تقدروا تحطوا طبعا باودر شوجر إذا تبغوا عادي ما في مشكلة. وهذه هي الشوكولات فوندو، مرة سهلة. انتوا شفتوا بنفسكم 5 مكونات، ما تحتاج أكتر من كده. حصورها كم صورة بالكاميرا وبعدين حأقصها وحوريكم كيف.